لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أفني بها عمري أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله قبل كل لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيب الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وإن إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل رب على الهدي وشيعتي وصحبه من لطي الدين قد جهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وقد نصروا وبينوا ونصرنا واختصروا لله واعتصموا بالله وانتصروا أزكى صلاة وأنماها أشرفها يعطر الكون منها نشرها العطر معبوقة بعبوق المسك ذاكية من ضيها أرج الرضوان ينتشر عدو الثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار وعد وزن مثاقيل الجبال كما يليه قط الماء والمقدمة حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يترى ويستطار والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجلاك والبشر والذر ومع جمع الحبوب والصف والأرياش والوبار وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا وعد مقداره سامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض أو يذروا ملء السماوات والأرض مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما حصار ما أعدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحصر تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذار لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له قدر كما تحب وترضى سيدي وكما
أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا وزد نبيك مع ما شاع مشتهر بحرا من البركات هل ينهمر يا ربي واغفر لقارئها وسامعيها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر ووالدينا وأهلنا وجدنا وكلنا سيدي للعفو يفتقر والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال تنحصر والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال تنحصر والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال تنحصر بالمصطفى مجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه سوار صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه أضعف ما قد مر ينتشر والآل صحبي والأتباع قاطبة واختم بخير لنا إذ ينتهي العمر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر يا ربي هيا لنا من أمرنا رشدا فاجعل معونتك الحسنى لنا مدد هب غمبران مغي أبدي غمبلكن كنا بتودو سرنج بتولم غمبران نساي أبدي سينيمبك ولا تكيل نايل تدبيري أنفسي والنفس تعجز عن إصلاح ما فسد غمبران أولاه نملهكن كأبدي نغرسكن ديري أبدي تهان تتياسا ngomean ديري نوروكساك أنت العليم وجاد من عملي إلى رجائك وجها سائلا
wayadaku gambaran gauninga abdi gaduh angen-angen pangharepan kagambaran nyuhunkeun pitulung nu hak walir raja isawabun anta ta'lamuha faj'al sawabi dawama sitrili abada ku gambaran kauninga mugi-mugi salamina cumponan ulah ditolak al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawajjahu ilayka mutawassilan bijahil azim sallallahu alaihi wasallam wa mutawassilan biman fi hadal qabr shaykhuna Khalil Bangkalan radhiyallahu ta'ala anhu. Allah jazi anna khair jaza wa yumiddana bimadadih وينظر إلينا بعينه وجمعنا به في معية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومتوسلا بسر أسرار ما أودعته في آياتك العظام من أسرار الشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين والشفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين كل هو للذين آمنوا هدى والشفاء نسألك سبحانك الشفاء بحقها وبحق ما سألك به عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت شافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاء اشفنا شفاء لا يغادر سقما تحصنت بذل العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر يا حفيظ يا سلام يا واقي كافي يا شافي حوالينا ولا علينا يا الله وحفظا من كل شيطان الرجيم سلام قول من رب الرحيم سلام قول من رب الرحيم سلام قول من رب الرحيم يا غوث يا غوث يا غوث أغثنا أدركنا أنجدنا يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من ذلك ننجي المؤمنين ما نزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على ما نزل بنا من الأوجاء والألم يا سريع يا سريع يا سريع نسألك سريع إغاثة وجميل إجابة نعوذ بجمالك من جلالك وبمعافتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم عافنا واعف عنا وارحمنا برحمتك التي رحمت بعبدك ونبيك أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر اللهم كما استجبت له فاستجب لنا يا مجيب دعوة المضطرين وكاشف السوء وارحم الراحمين وإله العالمين منزول بك كل حاجة يا أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد وإليك
إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا سامع كل شكوى ويا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية ويا كاشف كل كرب وبلية ويا منجى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعليهم الصلاة والسلام ندعوك يا إلهنا دعاء من اشتدت فاقته وقلت حيلته وأنت لها ولكل كرب عظيم. اللهم اكشف أن ما نزل بنا يا حي يا محي يا مميت يا قائم على كل نفس بما كسبت خلصنا خلاصا جميلا يا رب العالمين. اللهم يا سابق النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغم ويا كاسف الظلم ويا عادل من حكم ويا حسيب كل مظلوم ويا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية اجعل من أمرنا فرجا ومخرجا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وقف عبدك الذليل المسكين على باب فضلك العظيم وأنت لا تخيب من سألك ولا ترد من قصدك. اللهم تولنا بعواطف إحسانك وجميل حنانك وواسع رحمتك. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك وأنت تمحو ما تشاء وتثبت فامح اللهم أن برحمتك كل شدة وأثبت لنا بلطفك كل فضل ومزية وذكرنا فيمن ذكرتهم بإنايتك وأوصلنا فيمن وصلتهم بكرمك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا الأنام ونبي الرحمة والهدى والسلام وعلى آل أطهار وصحابة الأخيار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.